النهارده اقوى فيديو اتعمل على القناه. لا استنى، هو انت الفيديو النهارده فيديو ايه؟ انا مش عارف خالص النهارده فيديو هيبقى ايه. اكيد في حاجات على النت. استنوا كده، بص في ايه النهارده، يعني الناس بتعمل ايه، ايه الترند، ايه حاجه كل الناس بتستخدمها. مش عارف خالص اعمل الفيديو ده عن ايه، لدرجه ان انا سالت الكلب مش عارف اسال مين تاني. انا عرفت، التيك توك ده مكسر الدنيا وكل الناس عاملاه، يعني كل حاجه عن تيك توك. خلاص يعني هنعمل ايه بقى؟ لازم اعمل فيديو عن التيك توك. هجيب تيك توكس مشهوره واحاول اقلدها واشوفها هي بتتعمل ولا لا. طبعا انا عملت نوع الفيديو ده قبل كده، يجي مرتين قبل كده، بس المره دي هيبقى مختلف خالص واحلى بكتير. فما علينا، مش هطول عليكم. لو انت جديد في القناه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس. دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي قبل اي تيك توك انا هعمله اوريكم الفيديو بتاعه عشان تشوفوه، وبعد كده انا هقلده. وخليكم معايا في الفيديو، يلا بينا. التيك توك الاول، اول حاجه معانا ايه؟ الشراب ده. والشراب ده المفروض يبقى ايه؟ المفروض ده هيبقى الماسك بتاعنا عشان لما نخرج بره وكده. فايه، اولا بس اعذروا اللي جنبي ده لان ده موبايل، عشان اصور لكم برده بزاويه تانية وكده، يبقى عندكم الجوله احلى وكده. ماشي يا جماعه؟ ماشي. معانا شراب، شراب نظيف طبعا، لازم يبقى نظيف كده. كفايه ولا اعمل تحت اكتر؟ خليها تحت اكتر دلوقتي. ومفروض نقطع ناحيه من ناحيتين. One hour later. داتا اهي. لسه وعدكم انه لسه. ده مش بس كده، المفروض هنقفلها تاني وهنقطع واحده حته منها كده، واحده تانيه كده اهو. ومستعدين للحظه الحاسمه. بو سني مخنوق خالص، مش عارف اتنفس. لا ايه، وحش، فاشله. اللي بعده التيك توك التاني. ده هيغير حياتنا كلنا كلنا، انا وانتو واخواتكو واهلكو واصحابكو وكل حد. يعني بصوا بقى، تجيبوا ايه؟ تجيبوا اي ساندويتش، بس فيه بيجي بالبوكس، او ممكن هنا عندنا كمان ناجتس ممكن تنفع. اي حاجه بالبوكس، وتجيبوا البطاطس بتاعتكو حطوها هنا. وطبعا لازم الوجبه مش تكتمل من غير عصير، صح؟ بس ركزوا عشان الحته دي مهمه قوي. تحطوا الشاليمو هنا، وتجيبوا العصير بتاعكو بيبسي او اي حاجه يعني، وتحطوها كده اهو. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ الاكل الناجتس والبطاطس والعصير. بطاطس ناجتس، عايزين تشربوا؟ ابتكار مفيش زيه على الكون. ماشي، يبقى ايه ايه ايه، استنوا بقى اكل وارجع لكم. التيك توك التالت، عمرك كان عندكم بيضه وعايزين تطلعوا السفاره من البياضه ومش عارفين ازاي؟ نو بروبلم، عندنا التيك توك لكده بالذات. جيبوا طبق وجيبوا البيضه اللي انتوا عايزينها، افتحوا البيضه كده، وبعد كده جيبوا ازازه، اي ازازه، افتحوا الازازه واعملوا بيضه. ايه ده، دي نفعت بجد، انا كنت فاكرها مش تنفع. يبقى كده التيك توك دي نجحت. يبقى كده بقى تعملوا ايه لما تعملوا كده؟ تاخدوها بقى وتحطوها في اي حته انتوا عايزينها، بس انا مش عايزها دلوقتي. فايه؟ هنرجعها تاني. نعيدها تاني؟ بصوا. التيك توك الرابع، انا حاولت اعمله قبل كده وما نفعش عشان ما كانش معايا حبيبه الجميع نوتيلا. فانا عملت ايه؟ جبت نوتيلا. يبقى دي التيك توك الخامس، معانا البيتزا بوكس. اوكي، اول حاجه كان انا بعلمكم يا جماعه، يعني ننفع الحته دي. هو المفروض في نقطه هنا، بس مفيش حاجه، بس هنعمل كده عادي. ماشي كده اهو، نقفلها يا ساتر يا رب. كده واو.
عملتها عملتها يا جدعان. بصوا يا جماعه بدي التيك توك دي حلوه صدقوني حلوه يا جماعه بعملها نفعت بس هي اخذت وقت يعني ومجهود بس صدقوني نفعت هي حلوه فانتوا بعيدوا التيك توك دي لو عايزين تعملوها اعملوها لانها فعلا حلوه قوي. التيك توك السادس طيب اللي بعده ده صح كفوت تبقى فاضية اهي هنجيب السشوار هنجيب ده كده ونحط ده كده وده كأن دي مثلا وساخة على الترابيزة اهي نجرب يبقى دي ايه بس طبعا يعني ماكو احسن خدوا بالكم ان عملت شياط وعملت ريحه وحشه فانا ما اعرفش دي خطره لا فبلاش تجربوها. التيك توك السابع بلاش يا جماعه حد يجرب الحكايه دي بتنزل فعلا يا جماعه نزلت فعلا تيك توك نجحت. التيك توك الثامن جبت دلوقتي البيضه اللي كنت عملت بيها الاختبار الاولاني بقى ايه هنحاول بقى ايه لحد ما دي تتقلب تبقى فوم انتوا عارفين البيض لما بيتقلب كتير بيبقى فوم صح A few moments later نحاول بقى ندخل نطبخها ونيجي تاني بص اهي فوكس بس فوكس شايفينها شكلها زي العادي شويه حتى كانها بيضه نيه فاهمين هتدوقها برضو مع العيش بس في صوت قرمشه بصوا يعني هي منظرها حلو بس يعني مش مختلفه قوي يعني طعمها زي البيضه العادي بس مش حلوه طعمها زي البيضه العادي. التيك توك التاسع طيب اللي انا وريته لكم ده مش عايز ازهقكم بيه واعمل نفس الحكايه اللي هم عملوها فانا هعمله هدخل جوه احطه في الميكرويف وارجع وادوق قدامكم عشان اقول لكم هي حلوه ولا وحشه خليكم معايا بقى لحد ما اعملها واجي لكم تاني. much later زي ما انا وريته لكم بالظبط عملتها وده شكلها بالظبط وما قالوش احطها دقيق فانا حطيتها دقيق دقيقه ونص حلوه مش وحشه بس يعني طعمها بيض اكتر ممكن اعملها تاني ما اظنش ارشحها لحد يعملها دي اراء. التيك توك العاشر طيب واللي بعده ده بقى كل اول انا شفتها كل اول ده من الموبايل هنعمل اي اسم ماشي هنعمل جوجل مثلا تايجر ايه ده دي موجوده فعلا بصوا شايفين اوه ايه ده النمر مع الكلب بابلو بص لي كده يا بابلو ايه ده؟
خلصنا كده اهو. اعملوا بقى ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي باي.